ما سنفعله في هذا العرض هو التعرف على النظام الإحداثي X و Y من خلال مجموعة من الأمثلة. سنقوم أولا بإلقاء نظرة على بعض النقاط التي تم تعيينها فعليا ونجد إحداثياتها، ثم سنلقي نظرة إلى بعض الإحداثيات ونجد أين تقع هذه النقاط، ثم سنقوم بحل مسائل أخرى. إذا دعونا نجد ما هي إحداثيات هذه النقاط. لدينا هنا هذه النقطة A، إحداثي X لها يمكنك أن تراه هنا، أي تقاطع محور X. X تساوي 5، إنها النقطة 5، و Y ستساوي 6. 5 مع 6. الآن هذه النقطة هنا B، ما هو إحداثي X؟ إنه 5 إلى يسار محور X، هذه سالب 5، إحداثي X لها هو سالب 5، إحداثي Y هو إذا انتقلنا بشكل مستقيم إلى اليمين فسنصل إلى Y تساوي 5. دعونا نبدل الألوان. C، أعتقد أنك استوعبتها. دعونا نبدأ أولا بإحداثي Y، إحداثي Y هو 3 كما تراه هنا، ثم أن إحداثي X هو سالب 2. دائما ما نضع إحداثي X أولا، تلك هي الاتفاقية التي نستخدمها. في D فإن إحداثي X هو سالب 2 كما تراه هنا، إحداثي Y هو سالب 2 كذلك. دعوني أستخدم لونا آخر. E، دعونا نجد إحداثي Y، سنجده أولا لكن عليك دائما أن تكتبه ثانيا، إنه سالب 4 كما ترى هنا، هذا إحداثي Y، وإحداثي X هو 3. ثم أخيرا F، إحداثي X هو 2 وإحداثي Y هو سالب 6. أتمنى أن هذا كون لديكم فكرة حول إيجاد الإحداثيات. الآن دعونا نذهب في الاتجاه الآخر، دعونا نبدأ بالإحداثيات ونجد أين تقع تلك النقاط. إذا لدينا الأولى، سأكتبها برمز صغير بين أقواس حتى نفرقها عن هذه الـ A، إنها تقع على 4 مع 2، أي X تساوي 4 و Y تساوي 2. إذا X تساوي 4 و Y تساوي 2، وهذه هي النقطة هنا. دعونا نقوم بحل التالية. دعوني أستخدم لها لونا يسهل عليكم قراءته. B، X تساوي سالب 3، Y تساوي 5.5. ننتقل كل هذه المسافة إلى 5.5، Y تساوي 5.5. هذه هي النقطة B. ثم C وهي 4 مع سالب 4، أي أن X تساوي 4 و Y تساوي سالب 4 هنا. ثم النقطة الأخيرة سأكتبها باللون البرتقالي وهي D، حيث X تساوي سالب 2 و Y تساوي سالب 3. هنا هذه هي دي. فيمكنك أن تقول أن Y تساوي سالب 3 و X تساوي سالب 2، فتذهب إلى اليسار وإلى الأسفل، أو يمكنك أن تذهب إلى الأسفل وإلى اليسار وتستمر بالذهاب حتى تصل إلى نفس النقطة. وأتمنى أن هذا أعطاكم إدراكا جيدا لكيفية إيجاد الإحداثيات. أو إذا أعطيت إحداثيات أين تعين إحداثيات X و Y، الآن دعونا نقوم بحل مسائل تحتوي على المزيد كالتالي. إذا كان لدينا 3 نقاط وتعتبر 3 رؤوس للمربع ABCD، قم بتعيينهم على الرسم البياني ثم حدد ما هي إحداثيات النقطة الرابعة التي تكون D. حسنا، دعونا نعينهم على الرسم البياني كما هو مطلوب منا. هذا سيكون محور Y. المحور العمودي، وهذا سيكون محور X.
دعوني أعينها. X هذه تساوي 1 2 3 4. X هذه تساوي سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4، و Y تساوي 1 2 3 4. Y هذه سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4. يمكنني أن أكتب أن y تساوي 4 و y تساوي سالب 4، ثم x تساوي 4 و x تساوي سالب 4. دعونا نرى، دعونا نعين هذه النقاط. لدينا أولا النقطة A وهي تساوي سالب 4 مع سالب 4، فنذهب على x إلى سالب 4، ثم y تساوي سالب 4، فنعين 4 في الأسفل هنا، وهذه هي نقطة A، سالب 4 مع سالب 4. وحتى يكون التعيين مألوفا بالنسبة لك إذا لم تكن قد رأيته من قبل، حيث أن بعض الناس يسمون هذه الأجزاء من النظام الإحداثي، هذا يسمى بالربع الأول، هذا يسمى بالربع الثاني، هذا يسمى بالربع الثالث، وهذا يسمى بالربع الرابع. هذه الأعداد الرومانية 1 2 3 4. إذن هذه النقطة تقع في الربع الثالث، فعندما تنظر إلى كل هذا هنا، هذه النقاط تقع في الربع الرابع، هذه في الربع الثالث، الثاني، الأول. إنه شيء مثير للاهتمام لتعرفوه. أحيانا يسألك أحدهم ما الربع الذي تقع فيه هذه النقطة، وستقول حسنا سأرى إذا كان كلاهما سالبان فستكونان في الربع الثالث، إذا كانت X موجبة لكن Y سالبة فستكون في الربع الرابع، وإذا كان كلاهما موجبتان ستكون في الربع الأول، إذا كانت Y موجبة لكن X سالبة ستكون في الربع الثاني. وسنتحدث قليلا عن ذلك عندما نعين هذه النقاط. النقطة B تكون X موجبة وهي 1 2 3، و Y تساوي سالب 4، نضعها هنا في هذا الربع، هذه النقطة B وهي 3 مع سالب 4. يمكننا بالفعل أن نرى زر المستطيل الذي يتحدثون عنه هنا، لاحظوا كلاهما لديه نفس قيمة Y، كلاهما يقعان على نفس المستوى أسفل محور X. ما هي النقطة التالية؟ النقطة C هي 3 مع 3، تقع في الربع الأول، إحداثيتها موجبة، 3 مع 3، كل من Y و X موجبتان، ولاحظوا أنها عمودية كما B، لديها نفس قيمة X، كلاهما لديه قيمة X وهي 3، إنها تقع هنا فوقها. الآن علينا أن نجد النقطة الأخيرة. حسنا، النقطة يجب أن تكون على نفس الاستقامة كهذه النقطة، ستكون على نفس استقامة هذه النقطة، ما يعني أنها يجب أن يكون لديها نفس قيمة X كما هذه النقطة، قيمة X لها هي سالب 4، ثم تكون على نفس صف هذه النقطة، ستكون على نفس صف هذه النقطة، يجب أن يكون لها نفس قيمة Y بنفس الارتفاع فوق محور X، يجب أن تكون 3، هذه هي النقطة D، ولاحظوا أنها تقع على سالب 4 فوق A، وعلى Y تساوي 3، على يسار النقطة C.